من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح كان إطلاق الرسمي لأول سوق طوعي للكربون في مصر وأفريقيا، وكمان كان في إطلاق لأول عمليات تداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والحدث نظمته الهيئة العامة للرقابة المالية. طيب نفهم أكتر إيه هي شهادات الكربون وفايدتها للاقتصاد؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من مدير عام تسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة الأستاذ أيمن رفاعي. صباح الخير عليك يا أستاذ أيمن. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذه منى، اهلا بيك. في البدايه احنا عايزين نفهم يعني ايه سوق الكربون طوي. هو انا هبتدي باول سؤال حضرتك قلته، ايه هي اصلا شهاده الكربون؟ اقرب مثال ان لو اعتبرنا ان المشروع اللي بيستخدم عشان يخفض نسبه الكربون هو شركه مساهمه، فالشركه المساهمه بيصدر عنها اسهم ممكن تداولها وليها قيمه. نفس الشيء بالنسبه لشهادات الكربون، اي جهود خفض للكربون اللي هو بنعتبره الرمز للغازات الاحتباس الحراري المتسببه في اثار ظاهره التغيرات المناخيه، فبالتالي كل الاتفاقيات الدوليه اقرت ان احنا لازم نخفض. فالمشروعات اللي هدفها ان هي تخفض الكربون بتصدر شهادات تثبت هذا الخفض، ولكن على الناحيه الثانيه في مشروعات ما تقدرش تخفض نتيجه ان التكنولوجي بتاعتها خلاص وصلت لاخر درجه، ولكن ما زالت يصدر عنها انبعاثات كربون وخلافه. فهنا بيحتاج اللي تم اصداره من شهادات خفض للي مش قادر يخفض، فده بيبيع وده بيشتري، ومن هنا جت فكره اسواق الكربون، ان اللي مش قادر يعمل تخفيض بيشتري من جهود اللي قدر فعلا على ارض الواقع يخفض. ده انا بحاول بس ببساطه ان نوضح المفهوم الكربون ايه. اما بالنسبه لاصدار الشهادات، فاي مشروع بيتم علشان يخفض، احنا بنتكلم في مشروعات كفاءه استخدام الطاقه، تحسين كفاءه استخدام الطاقه، مشروعات الطاقه الجديده والمتجدده، مشروعات تحويل الوقود او تحسين وسائل النقل، استخدام العربيات الكهربائيه، الاتوبيسات الكهربائيه او وات ايفر، كل ده من شانها انها مشروعات خفض، وبينتج عنها ممكن اصدار شهادات ان احنا الوقود البديل اللي كان هيستخدم هو الوقود البترولي، ففي الحاله دي احنا وفرناه وابتدينا نستخدم مصادر جديده من الطاقه اقل انبعاثاتا للكربون. دي طيب. النقطة نمرة اثنين، بنتحقق ازاي بقى او اصدار الشهادات ازاي وبنتحقق ازاي؟ في اللي هي بنسميها مؤسسات التحقق والاعتماد للشهادات، ودي طبقا للستاندر الدولي. وهنا انا عايز بس اكد ان احنا الثمرة بتاعت امبارح كانت نتيجة تنسيق كبير جدا ما بين وزارة البيئة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية كشركاء أساسيين في الإصدار ده من سنة 2019، فخد مجهود كبير وخد إجراءات كتير. تعاوننا في الشق الإجرائي إن احنا نعرف المنتج اللي هو شهادة الكربون ده للسوق المصري، وفي نفس الوقت ازاي ندرجه في اللوائح الماليه المصريه كمنتج جديد مش موجود اصلا. فمن هنا كان الدور الرئيسي لهيئه الرقابه الماليه ان هم يغيروا التشريعات ويغيروا اللوائح الماليه بتاعتهم ويدرجوا منتج جديد كاداه ماليه جديده في السوق المصري يمكن تداولها ويمكن التعامل عليها وليها تعريف وليها اسم. ف الحمد لله صدر ده امبارح. البورصه المصريه هي نقدر نسميها السوق اللي هيعرض فيه الشهادات المتاحه، او ده سوق العرض وسوق الطلب في نفس الوقت. طيب احنا امبارح من متابعتنا للحدث امبارح سمعنا مصطلحات تانية غير بقى اللي حضرتك بتقولها، كمان سمعنا عن السوق الطوعي وسمعنا عن السوق الالزامي، ده كله مفروض تحت نفس المظله بتاعت السوق المصري كله، لو نعرف الفرق ما بينهم الاثنين. تمام يا فندم، شكرا لسؤالك. الحقيقه ده مهم جدا حضرتك. السوق الطوعي هو السوق اللي ما فيش فيه اي نوع من الالزام لحد، لان هو يعرض جهود الخفض او ينفذ جهود خفض او ان هو يشتري، لا كده ولا كده. اما السوق الاجباري فده مثال الموجود او
المثال في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال، هو بيلزم اصحاب المنشات الصناعيه ان هو يشتري ما يعادل الانبعاثات اللي هو بيطلعها نتيجه العمليه الانتاجيه عنده. اوكي؟ لان الانبعاثات دي هي ناتج نشاط بشري وعمليات تصنيع وعمليات نقل وعمليات انتاج منتج في الاخر. طيب طبيعه التعاون يا فندم والتنسيق ما بينكم وما بين هيئه الرقابه الماليه ايه؟ تمام يا فندم، هو حضرتك الحقيقه دي كانت شراكه اساسيه علشان زي ما حاولت اوضح ان احنا كنا بنعرف منتج جديد خالص بالنسبه للسوق المصري اسمه شهادات الكربون. اوكي؟ فبالتالي ما كانلوش توصيف لا في الدفاتر الحكوميه ولا الماليه ولا نقدر نتداوله على السوق المحلي، في حين ان هو يمكن تداوله دوليا. فابتدينا نغير القواعد المصريه، فدي مش سلطه وزاره البيئه على سبيل المثال، فتعاوننا مع الجهات المعنيه اللي هي كانت متمثله في هيئه الرقابه الماليه. تمام؟ وهيئه الرقابه الماليه هي في نفس الوقت هي اللي بتقدر تحط الضوابط وقواعد المنظمه لعمل البورصه المصريه. فبالتالي كانت هي الوسيط اللي تولى عمليه الترجمه ما بين المصطلحات البيئيه والقوانين البيئيه وما بين القوانين الماليه المصريه. تمام حضرتك واضحه؟ تمام الفكره وصلت. طيب احنا لما نيجي نعمل يعني رؤية كده لشكل السوق المصري مستقبلا في مثل هذا الموضوع والتعاون ما بين أو الشراكات اللي موجودة ما بين وزارة البيئة وغيرها، ممكن متخيلين أنه مستقبلا هيكون شكل السوق إزاي؟ أولا حضرتك لمست نقطة مهمة جايز أدخلتها، أن فعلا الشراكات ما كانتش قاصرة فقط على هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة البيئة، لا كان في قطاع خاص، في مكاتب استشاريه، في شركات اجنبيه كتير واللي هي جهات الاعتماد والتحقق. احنا اجتذبنا بالفعل اكبر ثلاثه على مستوى العالم وبالفعل شغالين في السوق المصري، وفي رابعه ان شاء الله في الطريق ان شاء الله قريب قوي، وكل دول بيتم توثيقهم في مجلس الوطني للاعتماد ايجاك المصري، وفي نفس الوقت بيوثقوا في هيئه الرقابه الماليه. بالاضافه لعمل سجلات علشان يرصد فيها الشهادات اللي هتبقى صالحه للعرض على منصه البورصه المصريه. فبالتالي الاطراف كتير جدا اشتركوا في الموضوع ده وهيزيدوا، لان احنا القطاع الخاص شريك رئيسي على اعتبار انه هو المنفذ الاول لمشروعات الخفض، وفي نفس الوقت هو نفسه احد المنتفعين الطرف بتاع الطلب على تخفيض الانبعاثات والبصمه الكربونيه بتاعته. اكيد. كل الشكر ليك مدير عام تسويق شهادات الكربون بوزاره البيئه، شكرا جزيلا ليك.